اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على ارض مصر نرصد فيه بعدسات كاميراتنا اهم الاحداث والاخبار التي تحدث على ارض مصر. وعلى ارض مصر المصريين في انتظار اكتمال منظومه التامين الصحي الشامل. مظله التامين الصحي الشامل هتشمل جميع المواطنين في جمهوريه مصر العربيه، بدات بمجموعه من المراحل وفي بعض المحافظات. نامل ان شاء الله ان احنا نستكمل هذه المحافظات، لان مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين ان المنظومه دي تكتمل، لان هي هتقدر ان هي فعلا تغطي الناحيه الصحيه لكل المواطنين، ومفيش اغلى من الصحه عند المواطن. النهارده هنتكلم اكتر عن هذه المنظومه واهميتها، ووصلنا لغايه ايه، واستكمالنا هيكون ازاي معانا ومع حضراتكم الاستاذ الدكتور علاء قنديل، استاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمي الهضمي كليه الطب جامعه بنها. برحب بحضرتك واهلا بيك معانا، منورنا. ربنا يحفظك، ربنا ينورك فن، ربنا يخليك. ابدا مع حضرتك يا دكتور، وعلى اهميه هذه المنظومه. طبعا ده كان حلم من احلام المصريين، صحيح، ان كلهم يبقوا فعلا تحت مظله التامين الصحي الشامل. صحيح. اهميه بقى هذه المنظومه وازاي ان احنا بداناها وبنكمل فيها وايه اللي بيحصل فيها، كل التفاصيل بقى. هو بس منظومه التامين الصحي الشامل هي طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي في البدايه حلم كل المصريين، ان كل ابناء الوطن بيبقوا تحت مظله واحده للتغطيه التامينيه. صح. من الناحيه الطبيه بتقدم طبعا خدمات طبيه ذات جوده عاليه بتشمل كل ابناء الوطن، حتى النسبه غير القادره الموازنه العامه للدوله بتحمل التغطيه التامينيه الخاصه بيهم بخصوص التامين الصحي الشامل. قانون 2 لسنه 2018 اقر منظومه التامين الصحي الشامل هيتنفذ على 6 مراحل. طبعا كان في البدايه اول مرحله المرحله الاولى، وده واخده مدن القناه ومعاها اللي هي السويس وبورسعيد، وبورسعيد كانت في البدايه، واسماعيليه، محافظة أسوان والأقصر وجنوب سيناء. تمام. المرحلة الثانية والثالثة، آخرنا المرحلة السادسة إن شاء الله هتبقى القاهرة والجيزة والأليوبية. هي برضه الناس بتقول طب اشمعنى القاهرة والجيزة والأليوبية في الآخر؟ بس عايزين نوضح لهم عشان عددنا كبير. عشان العدد كبير، فهي دايما لما تطبق حاجة هنطبقها في محافظة محدودة بالنسبة للعدد، وهيبان فيها أكتر بالذات المستشفيات المتعاقد معها التأمين الصحي الشامل، هيبان فيها المنظومة بشكل أوضح. لحد هي الفترة هتبقى 6 مراحل على 15 سنة من 2018 إلى 2032 إن شاء الله. إن شاء الله. إيه اللي بيحصل بقى فيها؟ يعني هل بيبقى في تطوير للمستشفيات؟ هل بيبقى في إدخال مستشفيات جديدة؟ يعني نوع الفعاليات بتكون هي طبعا زي ما حضرتك قلتي هي في تطوير للمستشفيات. في مستشفيات خاصة هتدخل تبع المنظومة بشروط طبعا التأمين الصحي. والميزة في الموضوع التأمين الصحي الشامل اللي هو فصل المقدم الخدمة عن الممول. بمعنى يعني بتحت. يعني دايما احنا بنقدم خدمه، انت بتتعاقد مع مستشفى ما هتقدم خدمه للمرضى، فانت عندك حاجات مقدم خدمه وانت ممول وعندك كمان رقابه. فالثلاث سلطات دول هيبقى لهم دور كتير يعني كبير في موضوع التامين الصحي الشامل. انت ما بتخليش مقدم الخدمه هو الممول، انت بتتعاقد مع مستشفى ما بشروطك بان تستوفي الشروط اللي انت ينفع تتعاقد معاها. تمام. هتقدم الخدمه الطبيه وفي عندك جهه رقابيه طبعا خاصه بالتامين الصحي برضو هتراقب اداء الخدمه. فدي بتخلي دايما الامور اوضح كتير. فكره المراقبه فعلا دي كانت مهمه جدا، مهمة. والمتابعه كمان. لان هي دي كنا بنفتقدها. صحيح. معايير الجوده بالذات هتطبق اكتر. فطبعا هي الفكره كلها ان حتى غير القادر هيتغطى تحت مظله الخزانه العامه للدوله. طيب خلينا نتكلم على المحافظات اللي بدات، يعني هم ايه اللي بيحصل لهم بالظبط؟ يعني دلوقتي انا مواطن عايز يجي بقول طب انا هستفيد ايه من التامين ده اللي انا هاخده؟ لا طبعا يعني انت مثلا بيبقى ليك نسبه مساهمه في اداء الخدمه. تمام. وليكن مثلا لو في ادويه حد اقصى 1000 جنيه هتدفعه. لو في فحوصات معمليه او اشاعات حد اقصى 750 جنيه. جراحات لحد 300 جنيه حد اقصى. فطبعا بيبقى في مساهمه بسيطه من العضو المشترك. وطبعا دي بتتحسب بقى حسب الاجراء يعني هيتعمل ايه. لكن انت طبعا يعني هو تامين صحي زي اللي هو ميديكال انشورنس حتى في شركه خاصه. بس طبعا ده على مجال اوسع. لما يبقى ليك تامين صحي بتبقى حتى لو احتجت اجراء عالي التكاليف بيبقى فيه تغطيه كويسه. الكارنيه بتاعه بيتعمل له كارنيه وبيقدر لو قدر الله حصل اي حاجه على طول. تحسب بقى على الاجر المشترك 5%، ولو في زوجه تحسب 3%. ولو في طفل او حاجه 1% من الاجر التاميني. ولو محتاج لعمليه كبيره طبعا الدوله بتتحمل. صحيح.
يعني فهي طبعا حاجه اجراء ممتاز بالذات في الاجراءات العاليه او النادره شويه، التخصصات النادره او الحاجات المكلفه، لو شخص عادي ممكن ما يقدرش يعمل. فكره كمان تطوير المستشفيات دي من الافكار المهمه جدا اللي كان ناس كثيره بتشتكي ان ممكن تكون بعض المستشفيات يعني فيها بعض القصور شويه، لكن مع منظومه التامين الصحي الشامل هل القصور ده بنتلافى؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ هي منافسه بقى، انت بتبقى عندك مريض بيدخل لك، فانت محتاج تبقى مقدم الخدمه نفسه مهتم بالموضوع وفي تمويل كويس جاي، فانت مقدم الخدمه من مصلحته ان يفضل التعاقد معاه او ان يحصل ان عنده فلو او عنده مرضى بيحضروا له المكان بتاعه سواء كان مستشفى او مركز طبي او مركز اشعه او كده. فطبعا دي حاجه كويسه لان هو بيفصل مقدم الخدمه. مقدم الخدمه دلوقتي بيعتبر منفصل عن الممول. فلا طبعا حتى جوده المستشفيات نفسها هتتحسن كتير، ومع الرقابه طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي قلت. طب جميل، جوده المستشفيات مع الرقابه. عندنا برضو نقطه تانية، الاطباء نفسهم يعني الطبيب والتدريبات للاطباء، وان يعني كان زمان كان بيقال ان لازم تجديد الرخصه كل 5 سنين علشان يبقى في ابحاث جديده، يبقى في فكر جديد، هل ده متواجد ايضا؟ احنا حتى عندنا في الموضوع الزمان المصريه ده مهم جدا، وموضوع الدراسات العليا في الجامعات. يعني دلوقتي الطبيب حديث التخرج لازم هياخد على الاقل ماجستير او دبلوم في التخصص بتاعه. وده يعتبر بدايه ان هو يبقى اخصائي في تخصص، وليكن تخصص البطن العامه او الكبد والجهاز الهضمي. فموضوع الدراسات العليا ده مهم جدا حتى في تنميه العنصر البشري كمقدم خدمه. فطبعا مهم الدراسات العليا والزماله المصريه وغيره، دي بتثقل الجانب العلمي في والتدريبات، بالذات التدريبات الكلينيكيه او الممارسه نفسها في مستشفيات الجامعيه. دي مهمه جدا، بتحسن كمان اداء، ما يبقاش كل حاجه بس مبنى او مستشفى. ايوه صح، العنصر البشري مهم جداً بالذات في القطاع الطبي، مهم للغايه. والتمريض طبعاً يعني بالتالي كمان بقى فيه اهتمام كبير ده الرئيسي بالظبط. يعني دايما مقدم الخدمه هو بس مش مكان، هو عنصر بشري، طبيب وهيئه تمريض. صح. بالاضافه لكده كمان يمكن من يعني دخول التامين الصحي ايضا الشامل للرقمنه، وده مهم جدا في عصرنا اللي احنا موجودين فيه. هو كل حاجه دلوقتي يعني خلاص الموضوع بتاع ان احنا حاجه كتابيه وورق والكلام ده اتلغى خلاص. يعني موضوع الرقمنه زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ده بيحل كتير، وحتى يعني مجرد تضرب مثلا رقم كود او حاجه للمريض هتعرف كل الداتا بتاعته، لو في تاريخ مرضي مهم او تاريخ عائلي لمرض معين مهم. فالحاجات دي ان شاء الله هتحسن اداء الخدمه الطبيه كتير ان شاء الله. طيب ما ينفعش حضرتك تبقى موجود معانا وحضرتك متخصص في مجال الجهاز الهضمي والكبد ما نتكلمش على المبادره الرئاسيه للقضاء على فيروس سي. تقييم حضرتك ده كان امل مصر. يعني طبعا دلوقتي احنا لما بيجي لنا مريض فيروس سي لاي سبب ما اتعالجش او حصل له انتكاسه، لو هندور على علاجه دلوقتي خلاص بقى من يعني ان احنا صعب نجيبه. لان خلاص الحمله المبادره الرئاسيه قضت كتير على موضوع فيروس سي. طبعا القضاء على فيروس سي مش بس ان احنا للفرد نفسه او المريض نفسه، طبعا حمايه المريض او علاجه دي مهمه لانها بتمنع مضاعفات الاصابه بالفيروس المزمنه بما فيها تليف الكبدي ومضاعفاته وسرطان الكبد وفشل الكبدي وغيره، لكن كمان للمجتمع او المحيطين بالمريض نفسه، لان فيروس سي مشكلته الانتشار. ايوه. فطبعا انت لما تعالج مريض فيروس سي ممكن ما يكونش في الغالب ما يكونش عنده اعراض، وانت عملت مثلا حمله او حاجه واكتشفت ان الشخص ده مصاب، للمريض نفسه او الشخص ده بيبقى انت يعني يعتبر انقذت اللي حواليه، لانه فعلا العدوى هو نفسه كلايف ستايل او كواليتي اوف لايف او جوده الحياه اتغيرت، انك انت يعني سلسله وانت وقفتها. ايوه. هي كان يعني كان المرض متفشي في مصر صحيح، انتشاره عالي اكتر كمان من فيروس بي. ومشكلته ان هو ما فيش انذار له، ما فيش عوامل نظريه، يعني ما فيش حاجه تقول لك خلي بالك انت مريض فيروس سي في الغالب يعني. فده مرض ما لازم انت هتدور عليه، الا لو انت استنيت شويه بقى يظهر اعراض مضاعفات الفيروس في المراحل المتاخره دي بتبقى مشكله كبيره. وحضرتك قلتي بقى يبقى جدنا في مرحله متاخره نكتشف ساعتها ان في فيروس سي وفيروس سي ناشط يعني البي سي ار ايجابي، وساعتها في الغالب المضاعفات بيبقى المريض جاي بقى مش كل مرض ده بمضاعفات المرض. ايوه صح. لكن كونك يعني تلحق مريض لسه مريض فيروس سي وبدون اعراض هو ده دورك. فطبعا المبادره الرئاسيه كانت حلم والحمد لله، يعني كان هو رعبنا فيروس سي. دلوقتي نادرا ما نلاقي حاله فيروس سي. وطبعا زي ما قلنا بقى للفرد نفسه مهم او للمريض احنا وقفنا مشكله. ثاني حاجه السبريد او الانتشار. ايوه صح. المريض ده ممكن يعدي كام واحد، المريض الواحد يعدي كام واحد.
عن طريق استخدام الادوات المشتركه بينه وبين حد تاني او نقل دم او جراحات او غيره. فطبعا كان انجاز يعني. طب ايه الاجراءات الوقائيه المفروض تتعمل بقى في المرحله دي دلوقتي بما ان الحمد لله قدرنا ان احنا تقريبا يعني ان ما فيش الاجراءات الوقائيه؟ المرضى اللي كان عندهم فيروس سي وتعالجوا طبعا المبادره الرئاسيه يعني مهم جدا المتابعه بقى. يعني مش احنا بس احنا تعالجنا من فيروس سي الحمد لله تم القضاء عليه لكن احنا برضو ما ننساش ما بينشطش تاني ما بيجيش تاني يعني المعروف المتبع ان ما فيش انتكاسه او ارتداد يعني الا ما نظر حالات نادره جدا شفناها حصل انتكاسه لكن المتبع ان هو ايه ان القضاء عليه للابد الا لو حصل حاجتين عدوى جديده اصابه جديده او انتكاسه للمرض نفسه يعني ممكن مريض فيروس سي يتعالج وحصل له اصابه من مصدر تاني فممكن سافر اي مكان ورجع سافر اتعرض لدم ملوث باي شكل او غيره تمام. فده ممكن يبقى مريض فيروس سي تاني ممكن ما يكونش انتكاسه للاول الاصابه الاولانيه ممكن يبقى عدوى جديده دي حاجه. تاني حاجه بقى المرضى اللي اتعالجوا من فيروس سي متابعه مهمه على الاقل بالفحوصات المعمليه اهمها وظائف الكبد والاشعه التلفزيونيه على البطن ده مهمة كل قد ايه بقى يا دكتور؟ يعني حتى يعني لو مرتين في السنه كل 6 شهور يبقى مقبول من 4 لـ6 شهور يعني طيب وفيروس بي برضو ما هو فيروس بي برضو من ضمن الفيروسات اللي فيها مخاطر كبيره ما هو برضو واحد من الفيروسات الكبديه اقل انتشارا من فيروس سي والاهتمام بيه اقل لكن هو طبعا من الفيروسات الكبديه المزمنه وبائيه مزمنه زي بالظبط فيروس بي هو السي زي البي لكن الفكره ان البي طويل الامد شويه في علاج اللي حضرتك بتقولي الوقايه المريض سببه ايه يعني ده بيجي من ايه سبب نفس نفس طرق العدوى لفيروس سي هي يا فيروس بي بس يزيد عن فيروس سي ان ممكن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ده الحاجه المميزه اكتر لفيروس بي حضرتك بتقولي الوقايه المريض الكبد المزمن سي لو هو سي وما عندوش فيروس بي المفروض ياخد تطعيم فيروس بي ودي مهمه جدا حتى لو ما كانش خده قبل كده في سن كبير وكده ما فيش مشكله لا هو معروف السن الصغير في الغالب بيبقى الطعم في التطعيمات الاجباريه من سنه 92 يعني مواليد 92 فيما في بعد ده ما بيبقاش محتاج لان في الغالب الطعم في التطعيمات الاجباريه الاشخاص ما طعمش بقى من بعد 92 دول ما طعموا ما قبل 92 ما طعموا ممكن ما يكونش خد تطعيم فيروس بي فبتعمل اختبار فيروس بي لو هو سلبي يعني مش مصاب وفي تحليل تاني بنعمله بيقول ان المريض ده محتاج تطعيم فيروس بي او لا لو مش مصاب ومحتاج تطعيم هياخده وقائي ولو مصاب ما لا المصاب يتعالج المصاب ما يطعمش يتعالج وبيتعالج فيروس بي في ادويه متاحه ممتازه لعلاج فيروس بي تمام والهدف منها ان يبقى الفيروس تحت الكنترول او تحت السيطره تمام. طيب استاذ حضرتك نطلع لفصل ونرجع نكمل نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا الفصل ونرجع نكمل معاكم على الارض عودة مع حضراتكم مشاهدينا مرة تانية على أرض مصر ولازلنا معكم الملف الصحي والتأمين الصحي الشامل وبما أن حضرتك معانا يا دكتور برضو كنا بنتكلم على مشاكل الجهاز الهضمي والكبد تمام. كثير من المصريين بيشتكوا من مشاكل الكبد اللي فيه دهون تمام هل وناس بتقول أن دي حاجة عادية وناس بتقول لا دي حاجة خطر تمام حضرتك وضح لنا بقى احنا بس بنقول أن دهون الكبد يعني الفترة الجاية هي ده اللي هنشوفها أكتر من موضوع الفيروسات الكبدية. كان مسمى قديم بنسميه دهون الكبد غير كحولية. يعني إيه؟ يعني كنا بنعرف دهون الكبد إن دي دهون كبد في ناس ما بتاخدش مواد كحولية. التسمية الجديدة إن بقى اسمها الكبد الدهني المرتبط بخلل في التمثيل الغذائي. وده الأوقع. أيوه. يعني ده بيجي من إيه سببه إيه؟ متلازمة. أشهرها السكر السمنة. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم وده 3/4 المصريين للأسف صحيح. عندهم ممكن يبقى عندنا مريض عنده سكر بس أكتر من النوع التاني النوع التاني ده اللي هو إيه السكر معتمد على الرأس ما بياخدش إنسولين وده في الغالب بيحصل في سن متقدم مش في سن الأطفال ولا في أوائل حتى الثلاثينات تمام. وفي الغالب مرتبط بمقاومة الإنسولين تمام تاني حاجة ممكن يلاقي المريض ده عنده ارتفاع نسبة السكر في الدم ومصاب بضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ومعاه ارتفاع نسبة الدهون في الدم الكبد الدهني منتشر اول حاجة تعرفنا ان فيه كبد دهني في الغالب بيبقى الموجات الصوتية او السونار وده اشهر حاجه نبدا يعني مفيش اعراض بتحصل قبلها في الغالب يعني اعراض بتبقى اعراض غير زي الفيروس سي كده وكان ما بيظهر فجاه كده بنسميها اعراض فيج يعني ما تقولش ان ده مريض كبد ممكن اجهاد شويه ممكن عسر هضمه شويه لكن مش اعراض خاصه بالكبد في الغالب في البدايه تمام لكن بتبان اكتر لو مريض راح يعمل تصوير للبطن او سونار للبطن لاي سبب فممكن نلاقي في تقرير الاشعه ان فيه كبد دهني وده الاشهر باللي ساعتها بقى هنبتدي نقول ده كبد دهني وفي مضاعفات او لا
ومحتاج علاج او لا. والكبد الدهني ده فيه خطوره؟ خطوره لو عمل، لو دهون الكبد دي ارتفعت لحد معين عملت التهاب في الخلايا الكبديه. بقى عندنا التهاب كبدي. وده بيبان بالسونار برضو ولا بالتحاليل؟ ولما نعمل خاصه بالوظائف الكبد هنلاقي فيه ارتفاع في وظائف الكبد. طب نحافظ ازاي على الكبد عشان ما يحصلش يبقى فيه دهون؟ احنا اول حاجه احنا قلنا ايه الاسباب؟ السمنه. يبقى الرياضه والاكل الصحي. الاكل الصحي ودول اهم حاجتين. حتى لو اتكلمنا في النهايه عن العلاج هنلاقيه مركز اكتر على نزول الوزن التدريجي. لان نزول الوزن السريع هو نفسه مسبب ليه كبد الدهون. يعني الناس بتروح تعمل تكميم وحاجات كده ممكن ده طبعا هو نفسه بنشوف معديه كتير كبد الدهون. فنزول الوزن التدريجي ده مهم قوي. تاني حاجه النظام الغذائي والرياضه. تمام. طب لو مريض سكر يبقى عايزين السكر بتاعه دايما في الحدود الطبيعيه او قريب للحدود الطبيعيه. هل في قائمه ممنوعات للي عندهم كبد دهني؟ طبعا. زي اول حاجه الحاجات اللي فيها دهون. يعني بالبديهه كده ان اي حد عنده كبد دهني هيمنع الحاجات اللي فيها ايه دهون. تاني حاجه ان يمنع الادويه اللي مسببه ساعات للكبد الدهني. في ادويه بتسبب طبعا اشهرها الممنوع مجموعه الكورتيزون. تمام. وفي ادويه ثانيه تليها يعني، لكن اشهرها الكورتيزون. وفي ادويه تخص النفسيه والعصبيه برضو تعمل كده. تمام. لو مريض سكر لازم يبقى سكره في الحدود الطبيعيه او قريب للحدود الطبيعيه، وده هيبان عندنا بال مقاومة الانسولين والسكر التراكمي مع متابعه السكر الصايم والفطر. تمام. ضغط الدم يبقى كنترول او مخليين بالنا منه، وارتفاع دهون الدم لو في ارتفاع دهون الدم يبقى برضه متعالج. لو عملنا كنترول بقى على الكلام ده اللي حضرتك بتقوله كده يرجع الكبد زي ما كان. احنا هدفنا ما يبقاش بس كبد دهني. هدفنا ما يبقاش في كبد دهني، وفي نفس الوقت الاهم ان حتى لو في كبد دهني ما يبقاش يبقى سمبل استياتوزز او كبد دهني بسيط. يعني ايه بسيط؟ يعني يبان في التصوير او في الاشعه ان في كبد دهني، لكن لما نيجي نعمل وظائف كبد نلاقيها طبيعيه. تمام. لان وانس ان انا لقيت كبد دهني وارتفاع في الوظائف انا كده عندي التهاب كبدي. مش بقى دهون بس، لا ده الدهون موجوده وسببت لي التهاب. والالتهاب ده يؤدي لايه؟ الالتهاب بقى هيبقى معانا بقى مع الوقت ان في التهاب في الخلايا الكبديه. هيحصل لها نسيج ليفي، يحصل تليف كبدي. وبعدين تليف كبدي مع الوقت يقلب بمضاعفات التليف. يعني احنا عالجنا فيروس سي والحمد لله عشان ما جالناش تليف كبدي. ما هو المسببات بقى بالظبط. نخلي بالنا ان الناس فاكره التليف كبدي يعني فيروس. لا، اي شيء يؤذي خلايا كبديه هيعمل التهاب كبدي ايا كان المسبب. ايوه. النتيجه ايه؟ في التهاب كبدي هيبان عندنا فين؟ في ارتفاع مستمر في وظائف الكبد. الارتفاع المستمر برضه عشان الناس ما تقلقش، مش هيحصل التهاب كبدي وتليف بكره. يعني ممكن نلحقه يعني. احنا دايما عايزين دايما الالتهاب الكبدي، ان احنا خلي بالنا الالتهاب الكبدي بيقعد فتره طويله، لو قعد فتره طويله هيبقى يعني دايما مصاحب ليه وجود تليف كبدي. ايوه. والتليف الكبدي حتى هو نفسه برضه عشان ما يبقاش قلقانين، في مجموعتين منه متكافئ وغير متكافئ. يعني في تليف كبدي والكبد بيقوم بوظيفه، وفي تليف كبدي والكبد مش قادر يقوم بالوظيفه. وده بيبقى ليه اعراض وده ليه اعراض؟ وده له اعراض وده له اعراض. ايه اعراض بقى؟ اعراض التليف الكبدي المتكافئ ممكن المريض نعرفه صدفه بتصوير البطن او اشعه تلفزيون، نقول ده في تليف. والمريض ممكن ما يكونش بيشتكي من اعراض او اعراض غير خاصه بالكبد، ما تقولش ان ده مريض كبد. الغير متكافئ لا، الكبد بقى ابتدى ما يقومش بوظائفه الكامله. اشهرها ان نلاقي في تورم في القدمين، استسقاء، ارتفاع الصفرا بالدم. واحنا مش عايزين نوصل للمراحل دي. طبعا. فهدفنا دايما في كبد دهني ما نقلقش، بس يبقى المتابعه ليه. اول حاجه نستبعد طبعا وجود فيروس. الحمد لله احنا كده يعني. بس طبعا اي حاجه بنتكلم لو مريض ما عملش لاي سبب دلالات فيروسات ما نقولش بقى ده كبد دهني. لا، ما الكبد الدهني ده يبقى انت مستبعد الامراض الخاصه بالكبد، مش بس الفيروسات، حتى الامراض المناعيه في الكبد. تمام. امراض التمثيل الغذائي الاخرى مهمه، الامراض المناعيه فنخلي بالنا. ما فيش فيروسات كبديه المشهوره حتى البي والسي. ما فيش امراض مناعيه في الكبد. الايه كمان بيعمل حاجه ولا لا؟ الايه التهاب كبدي حاد. ايوه. يعني ايه حاد؟ يعني بتيجي اعراض مفاجاه نتيجه اصابه بفيروس وعن طريق الاكل والشرب الملوث، ما بيبقاش في الطور المزمن. تمام. يعني ممكن علاجه يعني بيتعالج. ما فيش حد عنده ايه مزمن. لكن البي والسي مزمن يعني ايه؟ يعني مستمر. تمام. انما الايه عمره ما كان مزمن، فالدم مش مزمن، ما بيعملش تليف كبدي. ودم ما فيش تليف كبدي يبقى ما فيش مضاعفات التليف. جميل. تمام. ندخل بقى على التليف لا قدر الله لو حصل، علاجه ايه؟ التليف الكبدي العلاج الامثل ليه هو زراعه الكبد. يعني مفيش علاج، عشان برضو الناس تبقى واخده بالها، يقول لك انا عندي تليف بنسبته قد ايه وهيتعالج بايه. النسيج يعني الليفي اللي في الكبد لو نسبه بسيطه بينتشر ولا ينفع نحجمه؟ احنا بس نخلي بالنا ان التليف الكبدي مرض مزمن منتشر،
يعني مش منتشر ان هو منتشر في الناس منتشر يعني ما بياخدش حته في الكبد ويسيب مكان فص ويسيب فص هو مرض زي العش العنكبوت بيبتدي كده ويتقل لكن ما بياخدش حته ويبقى في فص في تليف وفي فص لا بيدخل في الكبد كله النسيج الكبدي نسيج ليفي بيتكون تدريجي يعني ما بيبقاش مره واحده كبد متليف وامبارح ما كانش متليف يعني بياخد وقت وبيبقى تدريجي والحل الامثل له لو احنا اتوجد يعني يبقى زراعه الكبد لكن ما نقدرش نحجمه بادويه نحجمه اي حاجه بنعملها قبل كده هو علاج تحفظي وعلاج المضاعفات بس كده لكن حاجه الحل الامثل لامراض الكبد المزمنه بالذات التليف الكبدي هو زراعه الكبد طيب يبقى احنا تلافيا للتليف الكبدي ان احنا فعلا نحافظ على الكبد ما يبقاش فيه دهون ما نوصلوش حتى في مرحله ان يوصل تليف كبدي بالظبط كده ده مهم جدا الاهتمام مهم الوقايه مهمه الفحص زي ما قلنا في البدايه المبادره الرئاسيه بفضلها كان ممكن لحد الان في ناس عندها فيروس سي ومش عشان المريض المرضى دول لو ما تعالجوش في الفتره دي كان هيجونا دلوقتي بقى في الفتره اللي قدامت دي بمضاعفات الفيروس في الغالب تليف كبدي ومضاعفات طب نصيحه حضرتك بقى في دقيقه كده يعملوا ايه الناس عشان يقدروا يحافظوا على يعني جهاز هضمي سليم وكبد سليم يعني اول حاجه النظام الغذائي تمام رقم 2 الادويه الغير مرغوب فيها يعني حتى لو خدنا كورس ادويه لاي سبب يبقى خلي بالنا ان كل حاجه ليها اثرها فيبقى عيننا دايما على الاثار ولو محتاجين ناخدها ضروري ناخدها بس في اقل فتره ممكن تمام المتابعه بالتصوير البطن او الموجات الصوتيه على الاقل كل 6 شهور ومدلات الفيروسات ودلالات الاورام للمرضى اللي سبق علاجهم من فيروسي اشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك توجه بالشكر مشاهديه استاذ الدكتور علاء قنديل استاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمي كليه الطب جامعه بنها شكرا لحضرتك مره ثانيه كل الصحه يا رب لكل المواطنين المصريين وزي ما قلنا النهارده كانت حلقتنا عن التامين الصحي الشامل نامل ان شاء الله ان في القريب العاجل تنتهي كل المراحل وتكون مظله التامين الصحي الشامل بتشمل كل جمهوريه مصر العربيه شكرا لحضراتكم والى اللقاء